احنا عايزين النهارده نتكلم في مساله خطيره جدا، وهي انا دلوقتي ربنا حس على الزواج وحس على التزويج والكلام ده، وربنا ذكر بالذات الصلاح. عندنا بقى اسئله كتير جدا، ايه هي معايير الزواج؟ هل يكفي الصلاح؟ هل يكفي ان يكون دين الشخص كويس، دين المرء كويس فقط للقبول؟ وما ينفعش لو جاي واحد دينه كويس ان انا ما اقبلوش، طب لو ما بحبوش، طب لو نفسيا مش قابله، طب لو يعني هنقول قواعد معينه، وزي ما قلنا القواعد دي هيبقى فيها ايه مرونه بقى انت في تطبيق القواعد دي على نفسك. لازم نعرف ان اسس الاختيار اربع اسس الاختيار هنقولها وبعد كده نفصل تاني. اول شيء الجانب الديني، ده اساس وده اول حاجه يعني. الجانب الديني الروحي عموما يشمل الديني دوت، يشمل الايه الاخلاق الدينيه، زي برضه هيشمل الدين، يشمل الاعتقاد، هيشمل العباده، الصلاه، الصيام، الحجاب، ترك المحرمات، فعل الطاعات، هيشمل الزنا والربا وشرب الخمر وشرب السجاير، كل ده دين. ويشمل الاخلاق اللي هي دين، الصدق او الكذب، الامانه، الغيبه، يعني السب، كل ده دين، يعني كل ده داخل معايا في الجانب الايه الديني، كل ما يتعلق بالحلال والحرام، العبادة، الطاعة، العقيدة، كل ده داخل في الجانب الديني. فده جانب لازم هيتنظر، خلاص ده واحد. الجانب الثاني الجانب الجسدي، ويشمل الشكل والجسد والقوام والطول والعرض واللون كل حاجة، تمام؟ الانجذاب عموما، الانجذاب للشخص الآخر ماديا، عشان الشكل، عشان الجسد، علشان اللون، علشان الطول، العرض، المواصفات، ده جانب مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال له خطبت امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. ورد رجل من مكة جوز واحد من الأنصار، قال له بص لها يمكن ما تعجبكش. قال له ليه؟ قال له في أعين الأنصار شيء. قيل إن أعين الأنصار كانت ضيقة شوية، هو اهل قريش بيحبوا العين الايه الواسعه. شوف بيكلموا في ايه، بيقول له في اعين الانصار شيء، يعني درجه وصل درجه ان ممكن يقول له ممكن ترفضها عشان عينيها ضيقه، لان اهل مكه ما بيحبوش كده. فمساله الجانب الجسماني دوت شيء مهم، الشكل عموما. انا ممكن ارفض الحاجه بالنسبه لك انت تافهه، بالنسبه لي انا مشكله، بالنسبه لك انت ما تفرقش معاك، بالنسبه لي تفرق معايا جدا يعني. فهنتكلم في الحته ديت النسبيه. يبقى الجانب الايه الجسدي دوت. الجانب النفسي، الجانب النفسي دوت يشمل الميل، ده شيء نفسي، قبول، الانسجام، انسجام، والتوافق في الاهتمامات، في الافكار، في الهوايات، الثقافه، ويشمل الطباع. مش هنقول ايه هي الطباع لان الطباع دي متفاوتة، بس هيشمل جانب الطباع. جانب الطباع ده حاجة، والاخلاق اللي قلناها في الجانب الديني دي حاجة تانية. اخلاق اللي هي الكذب والصدق والغيبة والشتيمة والنميمة والسب وكده، اخلاق. لكن الطباع ديت ممكن حاجة مش متعلقة قوي بالحلال والحرام، زي مثلا ايه العصبية، النوى مثلا ايه سكوت خالص، الرغي، البرود العاطفي، اللهوجه كده، عدم تحس ان اللي قدامك كده خفيف، يعني سموه خفيف صح، مش حاجه حلال حرام. النظافه الشخصيه عموما دي اسمها طباع، ممكن ما فيهاش حاجه، ممكن ما تبقاش حلال وحرام عادي، يعني حاجة طبعا انا بقبله وما بقبلوش. ما بحبش الرغاية، بحب، لا انا بحب الرغاية، لا انا عايز واحد عاطفي قوي، لا انا مش فارقة معايا يبقى بارد مش مشكلة، لا انا عايزاه، لا ده بيسكت، ده بيتكلم، لا بيتكلم كتير، لا بيسكت خالص. ما اقدرش اقول لك صح او غلط، زي ما قلنا اللي مش هينفعك هينفع ايه غيرك، بس انا بحط قواعد. مسألة الجانب قلنا سميناه الجانب النفسي، يشمل قلنا القبول، الميل، الانسجام، طباع، هوايات، الافكار، الثقافة، الايه الاهتمامات عموما، ده جانب مهم.
عشان ما احنا حطيناش اوزان لسه، بس انا بقول لك ده احد جانب. احنا ذكرنا كام جانب؟ 3. فاضل الجانب الاجتماعي، يشمل المستوى المادي، العائله، تعليم، حتى مكان السكن. كل دي عوامل مؤثره ومش مؤثره. واقع، انت بتشوف واقع الشخص. هو عشان اختار شخص لازم اعديه على كل الفلاتر ديت: دين، قبول، شيء نفسي، اجتماعي، جسدي. لازم يعدي على كل الفلاتر ديت عشان اقول الشخص ده مقبول. طبعا لو عدى على كل الفلاتر بنجاح، اكيد ده مش موضوعنا، يعني الشخص ده اكيد مقبول. بس هي دايما مشكله ان ايه، ان مفيش حد بيعدي على كل الفلاتر بنجاح. ودي الاشكاليه دايما في اختيار، ان احنا احيانا زي ما قلنا انا بديك وعي بس، مش بقول لك صح مطلق او خطا مطلق. بس انا اقول لك ان عباره اختيارك للشخص او اختيارك للشخص اللي هيتقدم لك هو عباره عن نتيجه لهذه الخلطه. انت بتحط الخلطه دي على بعضها. بمعنى انا بدي الكل، بحط الاول لكل حاجه من الحاجات دي حد ادنى. حد ايه؟ ادنى. لو نزل عنه الشخص فهو مرفوض تماما بغض النظر عن اي شيء. يعني لازم في الاربعه ينجح الاول، يكون على الاقل ايه، عدى الحد اللي هو اسود خالص، ما ينفعش خالص خالص، مش مقبول، يعني متبرجه خلاص، دي انتهى. مهما كان، مهما كان اتكلم في اي حاجه هي بالنسبه له مش محجبه، دي انتهى، اختيار مش موجود، لان هي عدت الايه، تحت الحد الادنى بتاعه. ما بيصليش خلاص، بالنسبة لها انتهى، ما ينفعش نتكلم في حاجة، لأن هي ده بالنسبة لها عدى الحد الإيه؟ الأدنى اللي هي تقبله. ممكن يكون مثلا واحد بيشرب سجاير، بالنسبة لواحدة هو عدى الحد الأدنى، لأن الحد الأدنى بتاعها إن أنا ما أقبلش أبدا واحد بيشرب سجاير مهما كان. وفي واحدة تانية تقول أنا هشوف باقي المواصفات، هي دي بالنسبة لها مش في الحد الإيه؟ الأدنى، دي في الحد اللي يقبل المفاوضة. فتشوف بقية الدنيا وتشوف بقى توازن، ممكن تلاقي في كل حاجة ممتاز ما عدا دي، ممكن تقبله، تقبله عادي، ان ده بالنسبة لها ممكن اقبل حد كده. في واحد بالنسبة لها لا، مستحيل، التدخين ده بالنسبة لي اسود، ما ينفعش اقبله ابدا. عشان كده بقول لك في حتة ايه، لا هنحددها. وفي حد ادنى لازم يكون مشترك. بمعنى ان انا اقول، هل احنا، خلينا نتكلم في الدين الاول، هل احنا نشترط في الشخص ان هو يكون لا يفعل الحرام ويفعل جميع الطاعات؟ صعب، مفيش حد فينا ما بيغلطش، بس هنقول في حاجات لازم نتفق عليها كلنا ان دي ما ينفعش خالص. ما ينفعش مثلا تتجوز واحد بيصليش، دي منتهيه عند الجميع. ما ينفعش تتجوز واحده متبرجه، انت هتبقى ديوس، مجرد تتجوزها تبقى ايه، ديوس، تقسم طول ما انت هي شغاله انت بتقسم. ما ينفعش واحده مش محجبه مثلا او لابسه ضيق قوي، يعني لا بدات تلبس في الواسع، يعني في نبتدي نتفاهم في الحته دي، تمام؟ فدي مش هينفع، يعني ده بينقلك الخيانه حرام بصرف، تمام؟ ما ينفعش اتجوز واحد شديد البخل، ما ينفعش اتجوز واحده كذابه على طول الخط. في صفات كده سواد لازم كلنا نتفق ان دي مش مقبوله. في حاجات بقى هي غلط، بس الظروف المجتمع وقله الصالحين ممكن تخلي ناس تفكر في الموضوع ده. يعني مثلا جه شخص كل حاجه فيه كويس، شغله وعمله وتفكيره وسلوكه وادبه واخلاقه، بيصلي وفي المسجد وكل حاجه، بس بيسمع اغاني، يقبله ما يقبلوش. انت ممكن على مقاييسي الشخصيه، انا مثلا انا لو بنتي مش هقبله، بس هل انا اقدر اقول ان كل ده لكل الناس؟ ما اقدرش اقول لكل الناس، مش كل الناس زيي. في ناس ممكن تبتدي تفكر، طب ما والله يعني في كل حاجه كويسه، مثلا هل بنتنا مثلا ممكن البنت نفسها تقول يعني انا كده كده مش، يعني مش اللي هو المتدينه قوي برضه، ما انا بغلط، والله الراجل فيك صفات كويسه. هي الحته دي بالنسبه لها مش ايه، مش مصيريه، يعني هي غلط، يعني اللي بيعمله ده غلط مفيش كلام، بس الجزء ده بالنسبه لها مش مصيري،
فممكن واحدة توافق على حاجة كده وتكون تقدر تتعامل مع الموضوع ده، يعني تقدر ان هي تتقي الموضوع ده في جزء وتقدر ان هي تنصحه وخلاص، خلاص هتقبل حاجة زي كده لان المواصفات التانية كلها كويسة. لكن في واحدة اصلا هي دينها ما يسمحش بكده، دينها ما يسمحش بكده ابدا، اصلا ده وصل درجة من التدين بالنسبة للموضوع ده لا يحتمل خالص، فترفض تماما بسبب الحاجة زي كده. فدي عندها في الخط ليه؟ الخط الاسود خالص. عشان كده بقول لك هي المسألة ايه؟ مسألة ان كل طرف من دول احنا نتفق ان في اصلا حد ادنى مشترك، اللي هو ما ينفعش مثلا تقول ايه انا بالنسبه لي ما يفرقش معايا الصلاه، اقول لك لا دي ما ينفعش نتكلم فيها، ما ينفعش تقول لي ما يفرقش معايا الصلاه، يعني دي حاجه ما ينفعش نتكلم فيها. لكن نتكلم في ايه؟ نتكلم في المعاصي اللي هي ممكن تكون فعلا منتشره في المجتمع لدرجه ان انا الاقي حد ما بيعملهاش قليل قوي، فهل انا اضيق على كل الناس واخلي ده شرط؟ اقول مثلا انا كمقاييسي الشخصيه ممكن اشترط على جوز بنتي مثلا ما تسمعش اغاني، ما يحضرش افراح، ما يسلمش على النساء، عادي انا ممكن اعمل كده، بس هل هخلي ده شرط عام لكل النساء؟ يتجوزوا مين طيب؟ مين عنده كل المواصفات الدقيقه ديت؟ فاحنا ممكن نتفاهم في الجزء اللي هو المجتمع ضاغط فيه شويه، اللي هو فعلا ممكن يكون انسان صالح كويس، في ناس كتير كده على فكرة بيصلوا في المساجد وناس طيبين واصحاب اوراد واخلاق عالية، بس يتفرج على مسلسلات، يتفرج على افلام، ممكن يسمع اغاني، ممكن يروح يحضر فرح واحد صاحبه، ممكن يسلم على النساء في الشغل. واضح يا جماعة انا بتكلم في ايه؟ بتكلم ده شخص في النموذج ده موجود في مجتمعنا، شخص مثالي كويس جدا، مهذب وطيب وخلوق ويصرف على بيته وراجل وغيور وكل حاجة تمام، بس عنده الحاجات اللي هي عند الناس كلها. انا ما اقدرش ممكن اجي عند واحده اقول لها لا ده ما يناسبكيش، ما تقبليهوش. ممكن واحده تانية اقول لها كويس يناسبك، انا عارف التانية دي برضو يعني مش قد كده برضو، هي نفسها احيانا تسمع اغاني، احيانا مش عارف تعمل ايه، فخلاص هما دول مناسبين لبعض. فانت بتحط زي ما قلنا الاول بنتفق على حد ادنى كلنا متفقين عليه ما ينفعش نتنازل عنه، بعد كده كل واحد بيحط لنفسه حد ادنى تاني حسب مستواه هو الديني، تقدر انت تستحمل حد كده ولا تقدرش؟ في ناس يقولك ممكن اقبله ومع بعضنا بقى، انا مش مشكله الموضوع ده مش هيبقى في حياتي جحيم، انا انصحه وانا عن نفسي مش هعمل الغلط وخليني وراه، ان صلح حاله انصلح، ما انصلحش حاله انا ممكن اصبر على حاجه زي كده. في واحد تاني يقولك لا ما اقدرش اعيش يوم ما واحد بيدخن، فدي غير دي صح؟ يبقى اتفقنا ان الجانب الديني هيبقى ليه حد ادنى مشترك وحد ادنى تاني هيبقى نسبي حسب انت ديانتك مجتمعك اسرتك طبيعتك قدرتك على الاحتمال موازناتك مع الصفات التانية. الجانب النفسي قبول والميول والتوافق والاهتمامات ده برضه هيبقى ليه حد ادنى، حد ادنى برضه نسبي. ايه اللي ممكن اقبله؟ هل ممكن اقبل شخص جاي لي يتجوزني مثلا في كل حاجه كويسه بس ما شفته كده ما حسيتش باي حاجه، ممكن تقبل كده؟ في واحد تقول لك عادي يعني مش مشكله طالما شخص طيب وصالح ان شاء الله الحب يجي بعدين، حتى لو ما جاش هو واضح ان هو خلوق هعيش معاه مسطوره ومبسوطه، ممكن تقبل كده؟ فعشان تيجي واحده تنصحها صاحبتها تقول لها لا طالما ما حبيتيهوش ما تتجوزيهوش، مش كل الناس زيك. ممكن انت بالنسبه لك الموضوع ده مصيري، لك ما اقدرش اعيش مع واحده ما حتى ما انجذبتش ليها، يعني لازم اكون بحبها نوعا ما، ففي درجه ممكن الناس يقبلها، ممكن يقبل ما فيش انجذاب عادي ويتجوزوا علاقه طيبه كان اتنين يعني بيعاملوا بعض كويس، ما فيش حب بس في العاده لو هما الاتنين صالحين بياتي بعد كده الميل دوت، خاصه بعد كده بعد الجسد ده والجماع والكلام ده يبتدي يحصل ميول. في حد يقبل حد الادنى يقول لك انا بس على الاقل اكون قبلتها، بس شفتها كده ايه قبلتها، مش لازم اكون حبيتها ان انا قابلها بس، او هي قبلته حست ان هي اول ما شافته استريحت او يعني بالنسبه لها بقى مقبول، حس ان هي نوعا ما ممكن يجذبها بعد كده لو مع المعامله هنجذب ليه تقبل. في حد لا بيشترط ان هو يكون فعلا حس باللي قدامه قوي، مساله نسبيه، حط لها انت الحد الادنى اللي بالنسبه لك مقبول
وما عنديش مانع انك انت ترفض لان انت ما عدتش الحد الادنى بتاعك، وما اقدرش الزمك بالحد الادنى بتاعي. ما اقدرش اقول لك مثلا يا اخي طالما دينه حتى لو ما حبيتهاش ايه المشكله، انت تقول لي الموضوع بالنسبه لي مصيري، ما اقدرش، بالنسبه لي يفرق جدا. فادي يقول لك فريش معايا كتير، فقال لك فريش معايا خالص، صح؟ فدي برضو عشان كده بقول لك الحته دي. بس انا بقول ده معيار من معايير الاختيار، حطه دوت. الميول، الافكار، الاهتمامات، التوافق. خد بالك كل ما بنزود في الحته دي بالذات الجانب النفسي، كل ما بنضمن استمرار الزواج دوت. ليه؟ ان الزواج لن يخلو من مشاكل ولن يخلو من خلافات مهما كان. كل ما الارضيه المشتركه اللي ما بيننا اصلا كانت كبيره، كل ما الارضيه دي بتخنق على الخلافات وبتخلي الموضوع يسلك سهل. لكن اصلا الارضيه اللي ما بيننا مش كبيره، واحنا يا دوبك ايه دايما كده حاسين ان احنا مش على مزاج واحد، فاي مشكله بتحصل بتكبر وبتهيج عندك ان احنا مختلفين. ما انت ما بتعمليش، طب ما انت ما بتعملش، ما انت مش فاهمني وانت مش فاهماني. اتكلمنا في موضوع كنا سكتنا عنه بقالنا فتره، فكتر الاختلافات في الاهتمامات والثقافه والميول والكلام ده بتخلي ساعه المشكله الموضوع بيكبر على الفاضي. كل ما الارض المشتركه تبقى كبيره بتلاقي نفسك باقي على حاجات كتير معاها مش عايز تخسرها، فممكن تعدي حاجات كتير وتتنازل وسهله. فكل ما بنكتر الحته دي كله كان احسن. لكن زي ما بنقول اقبل عادي، انت تقبل حاجه ممكن تقبل اقل من ايه، من الحد الادنى بتاع واحد غيرك. الانجذاب الجسدي، الانجذاب الجسدي دي بقى حاجه برضو مطاطه جدا، انك انت الشكل، ايه هو الشكل اللي يعجبك؟ معرفش. ايه هو الحد الادنى للشكل اللي يعجبك؟ معرفش. ما اقدرش انا احط لك مواصفات. في واحد يناسبه الابيض، الاسمر، الاسود، القصير، الطويل، رفيعه، البدينه. على فكره دي اذواق يعني مطاطه جدا، الطول، العرض، يعني الجسد عموما يعني. والبنت نفسها في الشكل ممكن واحد يرفض واحده عشان يقول لك سنانها مفروقه، بالنسبه للموضوع ده عامل له مشكله كبيره. عادي هتقول له ايه، هي بالنسبه للموضوع ده حياه وموت. لا انا مش عايز واحده. مره اخ رفض واحده عشان بس لما بتضحك اللثه بتاعتها بتبان، هو الموضوع ده بالنسبه له بيعمل له اشعره. طبعا وما فيهاش اي عيب خالص على فكره. طب ليه؟ قال لك لا اصل ما بحبش اللي هي ايه لما بتضحك اللثه بتبان. انا هعمل لك ايه؟ على فكره الموضوع ده كان بالنسبه له مهم جدا، مأثر فيه نفسيا فعلا، مضايقه، مع انه مش عيب يعني، هو اصلا مش عيب اصلا يعني مش عيب في حد، بس هو بالنسبه له ده كان موضوع مهسهسه كده. ممكن واحده ترفض واحد لسبب غريب عادي، ما تستخفش باي سبب. بس احنا دورنا بنعمل ايه؟ وعي. ممكن انا وعيك اقول لك الموضوع ده يعني هو كزواج مش فارق اي حاجه، بس انا بقول لك يعني ممكن في الاخر تقول لي انا عارف، بس هي انا الموضوع قافل معايا نفسيا خالص، خلاص مش هقدر اقول لك حاجه، انا بديك وعي بس. مثلا ممكن واحده تيجي في جانب الدين مثلا، انا بدي وعي مش اكتر، تقول لك شرط ان يكون خاتم قران، انا اديك وعي. اقول لها على فكره الموضوع ده ملوش علاقه بالزواج قوي يعني، يعني لو حافظ نص القرآن وحش لازم خاتم قرآن؟ لازم معاه إجازات؟ حضرتك فاهم الجواز غلط. يعني الجواز علاقة إنسانية، أخلاق ومعاملة وديانة وكده. الموضوع مش مؤثر قوي في الموضوع. لازم يكون خطيب جمعة مثلا، يعني الموضوع مش شرط خالص يعني. لازم تكون بتحفظ في دار، مش ضروري يعني. في أحيانا حاجات بندي وعي ان اللي داخل أحيانا بيبقى هو ما يعرفش يعني، هو حياته دينية ملتزم وبتاع، فكل احلامه دينيه خالص، الجوانب دي مش بتيجي في باله، مش عارف قد ايه الجوانب دي مؤثره في النهايه. وده بيسبب حالات كتير ان متدين اتجوز متدينه ومتجوز فشل، ان هم كان شروطهم سطحيه قوي، ان هو اهم حاجه يكون بس بيصلي وحافظ قران كتير، وهي اهم حاجه تكون بتحفظ في دار ومنتخبه بس كده خلاص. هو ده يعني مجرد ما جاء الشخص اللي توفر فيه المواصفتين دول اتقبل فورا بدون اي اهتمام بايه بالجوانب الاخرى دي. حصل خلافات بقى كتير ومشاكل وطباع متنافره، لازم اهتمام بالحاجات دي، مش غلط خالص يعني. قلنا المواصفات الجسدية كل ده مطاطي جدا. قلنا بعد كده الجانب الجانب الاجتماعي، جانب الاجتماعي وجانب العائله، المستوى المادي، التعليم، حتى مكان السكن نفسه بيفرق مع ناس. وغالبا بيكون الموضوع ده مؤثر بسبب ضغط عائلي عنده برضه، ان في هو لازم يتجوز مثلا واحده مؤهل عالي، عندهم الموضوع ده مصيري، هو عنده هو نفسه مصيري،
هو عنده نيه في موضوع، يقول لك عشان ولادي وتعلموا بتاع، اصل انا اصلا دكتور، اصل انا لازم خلاص يعني. دي حاجه بالنسبه لك انت مصيريه، فاهم ازاي؟ مش فرق يعني، زي ما يقول التعليم العالي او عدمه، دي مش عيوب، حاجات نسبيه. ممكن حد مش متعلمه خالص تتجوز جوازه حاجه ممتازه جدا، وتبقى اسعد امراه، والراجل يبقى اسعد واحد بيها عادي، بس دي حاجه نفسيه. ما ينفعش تروح تقول له ايه الشروط التافهه اللي انت بتتكلم فيها ديت يا اخي، بقى تعليم عالي ولا دبلوم ولا تفرق معاك ايه؟ تفرق معايا مالكش دعوه. انا ده الحد الادنى بتاعي، انت حر، بس انا بالنسبه لي ده موضوع فارق كتير فعلا، فارق مع اسرتي، فارق مع حياتي، فارق مع مجتمعي. انا راجل منصب او راجل انا لازم اعمل كده خلاص، ما اقدرش اقول له حرام اللي انت بتعمله، ده شيء نفسي بالنسبه له، بس انا ما اقدرش. عشان كده قلت لكم من الصعوبه بمكان ان انا اعمل درس اقول مواصفات الزوج المثالي اللي بيعمل كده، بيخش مغامره غريبه. شفت انت اتكلمت في كام حاجه؟ تقدر انت تقول لي ايه هي المواصفات المثاليه؟ ما اقدرش. في حاجات صعبه جدا، في حاجات نقدر نحددها بسهوله في الزحمه دي، الصلاه والحجاب والبتاع، بس في حاجات ما اقدرش اجزم بيها ان انا بكلم كل الناس، والامور متفاوته جدا. في واحد يقبل غير متعلمه عادي جدا، ما عندوش، مش حاسس ان في عيب اصلا، فبالنسبه له انسى ده، انا ما اقبلش دبلوم، ما اقبلش، هو كده. فدي ما بنقولش عيب وميزه، دي مساله نسبيه. في واحد ممكن يشترط، يعني واحد عايز دكتوره، ممكن تديله انت وعي، تقول له يعني مش لازم، يعني مش مؤثر، بس انا في الاخر انا بديك وعي، هقول لك موضوع مش مؤثر سيدي في الزواج، يعني خدت مهندسه ولا خدت محاميه ولا خدت، مش تفرق معاك في البيت. هو انت قلت له، هو بقى في الاخر بالنسبه له الموضوع ده مصيري، حر. مكان السكن ممكن يفرق معايا، يقول لك انا عايزه ساكنه جنبي اوفر مواصلات يعني. المهم، طيب الاختيار بقى ناتج عن ايه؟ ناتج عن الخلطه دي كلها. هل اللي انت هتتجوزه او اللي انت هتتجوزيه عنده كل الصفات دي بيرفكت؟ اكيد لا، اكيد في حاجات هتسقط. طب انا هختار على اساس ايه؟ هعمل تقييم في النهايه. ايه التقييم دوت؟ حدي لكل جانب وزن، يعني اقول مثلا موضوع الدين ده بالنسبه لي ما اهم حاجه، موضوع الشكل مش مهم قوي، موضوع الـ مثلا التعليم لا فارق معايا قوي، موضوع الانجذاب يعني عادي مش مشكله، انجذابنا يعني مور بعدين، انا اصبر تيجي بعدين ما تجيش، المهم ان انا واحده تبقى تعاملني كويس وتهتم بيا وخلاص. هيعمل هو ميكس بقى ما بين الايه، هيدي لكل حاجه من دي تقييم، والتقييم ده هيضربه في الوزن بتاع الحاجه نفسها. يعني مثلا اديت في الدين مثلا 7/10، واديت مثلا للجانب النفسي ده 8/10. طيب هو اصلا وزن الجانب النفسي ده كان عندك كام؟ انا بالنسبه لي في المية في المية الجانب النفسي ده 40% لوحده. هتعرف 7/10 دي وزنها قد ايه في التوتال. حته هندسيه مش عايز اكعبلكم، بس هي عموما هي بتيجي بالكده، مش حاجه بيكتبها يعني، بس هي بتحس يعني ان انت في الاخر بتوزن، وبعد كده بتشوف بقى ايه اللي ناقص. عشان كده نرجع نقول، لو جالنا هنجاوب على كذا سؤال بقى بعد ما انت فهمت الحته دي. لو جاء واحد صاحب ديانه ينفع ارفضه بعد اللي انت فهمته دوت؟ ينفع. النبي عليه الصلاه والسلام قال للمراه فلان ما ينفعش صعلوك لا مال له. اذا اتكلم على المستوى المادي اللي هو الجانب الاجتماعي اللي احنا ذكرناه، واترفض بسبب المستوى المادي، لان هو بيكلم واحدة عارف الموضوع ده بالنسبه لها ايه؟ مصيري. هو عارفها دي ما ينفعش تهزر معاها في الجانب المادي، غير هيقبل، بس دي ما ينفعش، جواز فاشل لو جوزتها واحد مستوى المادي. فدي الويت الوزن بتاع المستوى المادي في حسبتها كبير، فلما فلان يجيب سكور قليل في المستوى المادي هيجيب في التوتال درجه وحشه جدا، فبالتالي مرفوض. طب ان هو دين، طب اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث ده يتفهم في سياقه. النبي عليه الصلاه والسلام، اديك مثال، النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه. طب الحج ما فيهوش طواف؟ ما فيهوش سعي؟ طب يعني ايه الحج عرفه؟ يعني اهم حاجه في الحج ايه؟ عرفه. بس مش معنى كده ما فيهوش حاجه ثانيه.
فعش كان لو سبت الطواف والسعي حج صحيح حجك يبطل، بس اهم حاجه في الحج هي عرفه. فده نفس الفكره، ان هو بيركز لك على اهم مكون من المكونات الاربعه اللي احنا قلناها، والا فهو قال له روح انظر الانصار فان فعلا الانصار ايه شيء، يبقى اتكلم في الجانب الجسدي. ولو قال صعلوك لا مال له الجانب في الجانب الايه المادي، رغم ذلك هو اللي بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض فتكن ايه. اذا هو هنا بيتكلم على اهم مكون اللي هو ده، لازم عندنا كلنا ياخد اكبر وزن نسبي لما اجي اختار. بس مش معنى كده ان لو جالي واحد مثلا ارضى دينه وخلقه فعلا بس مش مقبول نفسيا بالنسبه لي خالص، ما جاش معايا خالص، او جسديا او اجتماعيا ان انا حرام ارفضه، لا يجوز يترفض. احيانا بيجي اسئله كده تقول لي جالي كويس بتاع بس انا مش قابلاه، حرام ارفضه؟ لا مش حرام، ولا هو استئذان المرأة ايه هدفه بقى؟ مش حرام ترفض، ما يلزمكش اي حد ايه ان هو ملزم للبنت، مش حرام يترفض، بس يكون سبب وجيه، سبب فعلا نسبيا بالنسبه لك ايه ليه وزن. طيب يبقى احنا فهمنا الحته دي. طب الحته اللي بعد كده زي ما قلنا الامر ايه نسبي. طيب قبل ما نقول احنا قلنا مش حرام صح، بس بعد ما قلنا مش حرام نقول لكن انتبه قبل ما تتسرع او تتسرعي بالرفض قيسي الوزن كله، لان مش هيجي حد مثالي في كل ايه حاجه. هل الشيء اللي انت رفضتيه بسببه ده فعلا في المعادله لو يتحط يطلع نتيجه سيئه، ولا هي النتيجه كويسه اصلا؟ يعني هو مثلا الحاجه دي وزنها النسبي اصلا ما كانش كبير، مثلا واحده جت هي ما قبلتوش في الاول نفسيا، بس هو في كل حاجه فيه كويس، بس هي لو فكرت كان هي موضوع قبول النفس ده اصلا ما عندها ما كانش وزنه كبير قوي للدرجه دي يعني، بس هي تسرعت على طول وخدت قرار لا. طب قبل ما نقول لا نراجع حساباتنا تاني، خد بالك ده دين جدا، خد بالك راجل ماديا كويس، خلقيا كويس، مهذب بيقولوا عليه، مش عارف ايه، جسديا شكله، نراجع يعني قبل ما تقول لا. خد بالك في حاجات كتير قبل ما نقول لا لازم نعديها الاول. اول حاجه، هل الحاجه اللي بنقول عليها لا ديت تحت الحد الادنى بتاعك ولا لا؟ تحت الحد الادنى العام او الحد الادنى بتاعك خلاص مش هنقدر نقول لك ايه حاجه، مش هقول لك يعني عيش حياه وانت متازم نفسيا، يعني ما اقدرش الزمك بكده. لا هي فوق الحد الادنى بتاعي بس انا هقول لا، نقول له استنى بس، يعني طالما فوق الحد يبقى انت تستطيع ان تقبل ان تعيش مع الشخص بالمواصفات ديت، بالنسبه لك ده ممكن يعدي. فهنقول قبل ما تقول لا عشان تركزت في العيب بس، شفت المزايا الاول؟ شفت المزايا الاول؟ تعال نقيس هل العيب دوت مما يمكن التعايش معه بالنسبه لك ولا لا؟ لو ممكن كتير جدا لو عدت التفكير تقول الصراحه ممكن، يعني حياتي مش تبقى جحيم لو العيب دوت. قلت طب كويس، طب تعالي خلاص طلعنا من حته ان احنا لقينا ان العيب ده فوق الحد الادنى بتاعك، يعني احنا ممكن نتفاهم. لو تحت الحد الادنى بتاعك هقول لك خلاص ما اقدرش الزمك بيه، ده حاجه ترجع لك، بس فوق الحد الادنى بتاعك يبقى نتفاهم، يبقى احنا طلعنا من السؤال الاول ينفع ان احنا نتعايش معاه. طب نيجي للمزايا، هل عنده من المزايا اللي يغطي على العيب دوت؟ لو عنده من المزايا اللي يغطي على العيب دوت يبقى نفكر كتير. ليه؟ لان الفرص مش كتير. مين اللي فكر كتير خصوصا؟ اللي فرصه مش كتير، دي حسبه تانية بتتحسب. انا دلوقتي عايش في مجتمع ريفي مثلا والاختيارات محدوده، واحسن الاختيارات هو دوت، وما عنديش احتمال، عيلتي مش هتقبل ان انا ابقى عندي اختيارات تانية، ومش هينفع وانا عايش هنا وحياتي هنا، ولازم يعني هي حياتي هتمشي كده، دي ظروف معينه. فلازم نفهم يعني واحده مثلا مش هيجيلك عريس من بره، يعني لازم نتاكد ان الفرص، هل الفرص اللي جايه كتير؟ ما ممكن واحده تقول بعد كل ده تقول انا عارفه وعدى الحد الادنى بتاعي مميزاته كتير، بس انا هصبر يمكن يجي لي ايه؟ يمكن يجي لي الاحسن. صح عندها حق، بس قبل برضه ما نقول الكلام ده، هل بالنسبه لك تتوقعي ان الفرص كتير اللي جايه؟ ولا الفرص بحسبتك قليله او بحسبتك قليله؟ لو الفرص يعني في حساباتك الماديه قليله، ما يعني يرجى ان انت ما تتسرعش في لا. ناس كتير رفضوا، ناس ندموا بعد كده قال لك ما جاليش حد احسن منه او ما جاليش حد خالص، فيمكن الموضوع ده ياثر. سؤال تاني، هو اذا كان في عيب
والعيب ده تحت الحد الأدنى بتاعي كمان، أنا أقبله. هتقبليه ليه أو هتقبله ليه؟ يقول لك أنا أقبله وأنا أحاول إيه أصلحه بعد كده. دي بقى مشكلة كبيرة وغلطة كبيرة في موضوع الزواج. ناس يقول لك هو بيصليش، أنا عارفه بالنسبة لي دوت تحت الحد الأدنى، بس هو وعدني إن هو يصلي. أو هي مثلا متبرجة قالت له أنا إيه بس بعد الجواز هلبس حجاب، أو هو مثلا صاحب بنات وقال لها بس الدنيا تمشي وأنا مش هكلم بنات، وبالنسبة لها ده موضوع بالنسبة لها إيه؟ مصيري مفيهوش كلام. ويقول إذا كان الموضوع كده الكلام ده وهم، وهم كبير إن موضوع فلانة هيتصلح عشاني بعد الجواز، دي غلطة كبيرة جدا بيقع فيها ناس كتير. في العادة مفيش حاجة بتتصلح، إنه يكون الدافع للوعد دوت إن أنا عايز الطرف التاني بس، ومجرد ما تمكنت منه خلاص وصلت اللي أنا عايزه، اتجوزنا عادي، إيه اللي يلزمني إن أنا أبطل؟ عادي ممكن مبطلش، مفيش حاجة عندك تعملها، خلاص إحنا اتجوزنا. واللي عايز يبطل طب ما بطلش ليه من زمان؟ إذا الدافع ليك الوحيد هو أنا، مجرد ما تحصل عليا ما أضمنش إنك أنت تلتزم الإيه؟ بالوعد. وناس كتير جدا وقعوا في الايه في الموضوع دوت وندموا يعني بعد كده انه ما تسهلوا في القصه دي. فغالبا الشخص مش هيتغير بعد ايه الزواج، كان حتى لو افترضنا يتغير تقول لي ما في ناس اتغيروا، ما ينفعش انا احط زواجي في احتمال. احنا قلنا ان هي الحاجه ديت من تحت الحد الادنى ولا فوق ايه؟ تحتي. اذا هي من الحياه التي لا يحتمل الحياه معها، صح؟ صح. طيب دلوقتي في احتمال انه يتغير؟ اه في احتمال ما يتغيرش. طب لو ما تغيرش والحاجة دي لا تحتمل هنعيش ازاي؟ اصل ده مش واحد صاحبي هجرب معاه، لو ما نفعش معايا انا ممكن استحمل واحد صاحبي يصليش، اقول هصبر عليه هصبر عليه بعد كده هعمل معاه ايه؟ هقطع معاه وخلاص. طب مراتي قالت لي هلبس حجاب هلبس حجاب، ما كده ما لبستش. هو انا بالنسبة لي مثلا لا الحد الادنى بتاعي كبير، انا كنت عايزها منتقبة قالت لي هلبس نقاب، بالنسبة لي الموضوع ده مصيري وصدقتها جد ما لبس، حتى لو لبسه واسع بس انا بالنسبه لي ده حد ادنى مثلا ما لبستوش، هقعد انا اعمل ايه بقى؟ مش عايز تلبس النقاب. عشان كده بنقول اللي عايز حاجه اخوانا طالما هي في النسبه لك في الحد الادنى لازم تكون موجوده اصلا، مش موعود ان هي هتتواجد. تاني لو الحاجه اللي احنا نتكلم فيها في عندك انت في الحد الادنى بتاعك عايزها رفيعه، ما ينفعش تاخدها تخين وتقول لك هعمل رجيم، انسى الكلام. انت عايزه تخينه خد تخينه، عايزه نص نص عايزه ارفع، انا مش بقول عيب وميزه على فكره برضو، بس ما ينفعش تاخد واحده تقول ايه اصل وعدتني تعمل رجيم، يعني مش معقول وعدني هيطول، ما هي مش هتنفع معايا. عايزها منتقبه خدها منتقبه، عايزها لابسه نقاب اسود خدها لابسه نقاب اسود، عايزها يعني اللي عايز اقوله ان عايزاه بالنسبة لك الموضوع ده مصيري يبقى لازم يكون متواجد قبل ما تروح، مش هيتواجد او انت موعود بيه. مش بقول لانه مش ممكن يحصل او الوعد ده مش هيتنفذ، ممكن يتنفذ، بس انا عندي مشكلة كبيرة انه ممكن ما يتنفذ. تعرف لما يتنفذ بيحصل ايه؟ حياة بتبقى جحيم، ممكن الموضوع يخلص بطلاق فعلا. طب على ايه؟ طالما في حد متوفر فيه الحد الادنى بتاعي طب ما اروح له من الاول. انا ايه اللي خليني اخش المغامره اللي تحتمل احتمالين، احتمال ننجح واحتمال سواد؟ لا ما ده مش صاحبي، دي مراتي هبقى ام عيالي وهتبقى مشكله ونتدبس في عيال، صح؟ فدي نصيحه مهمه. طبعا احنا زي ما قلت لكم النهارده كان ايه كلام كده خواطر كتير مبعثره، فهي خدت الوقت كله. هل هنكمل في حاجه زي كده المره الجايه ولا لا؟ مش عارف، ممكن نخش في ايه في الآية العظيمة الله نور السماوات والأرض، ممكن نكمل شوية في الموضوع دوت. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله.